مشاهدينا الكرام، ينضم معنا من بغداد عمر الفرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب من بغداد. أهلا بكم سيد عمر. بداية، ماذا يعني اعتراف مفوضية حقوق الإنسان بهذا الواقع الإنساني الصعب، ومن يتحمل المسؤولية؟ تحية لك وللمشاهدين الكرام. حقيقة ونحن في الذكرى 70 لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، ما زال العراق عالقا في حلقة رهيبة من الانتهاكات الجسيمة بحق الإنسان العراقي، ومنها كانت الهجمات ضد المدنيين وتعذيب المعتقلين والمحاكمات الغير صحيحة وغير قانونية، فضلا عن هذا التقاعس الحكومي المتعمد للنازحين في كافة أرجاء العراق. هذا يفسر أن هذه الحكومة إنما تتعمد في القتل العام لهؤلاء المدنيين بسياسة التجويع، بسياسة النزوح، بسياسة القتل، بسياسة التهجير الطائفي، بسياسة الاعتقالات. كل هذه تندرج نحو السياسة الممنهجة للحكومة ضد المدنيين لتنفيذ أجندة خارجية، سواء كانت هذه الأجندة آنية أم مستقبلية. وبالتالي فإن العراق يمر أو في فترة مظلمة في تاريخ العراق، وخاصة فترة حقوق الإنسان التي شهدت منذ عام 2003 وإلى اليوم انتكاسات كبيرة وواسعة لملف حقوق الإنسان. وهذا ما تترجمه الأفعال الحكومية المتدنية واللا إنسانية تجاه المدنيين في العراق، سواء من النازحين أو من غير النازحين. مفوضية حقوق الإنسان تحدثت عن 300 ألف أسرة تسكن المخيمات، طبعا الأمم المتحدة تحدثت عن 2 مليون. ما الذي يمنع عودة هؤلاء لمساكنهم؟ هذا يعني هو يفسر عجز السلطات العراقية المستمر عن مراعاة التزامها بحقوق احترام حقوق الإنسان وحكم القانون في مواجهة هذه الأزمات المستمرة التي افتعلتها القوات الحكومية والتي قد تكون بفعل فاعل، والتي تظهر ازدراء شديد من قبل المدنيين جراء هذه الممارسات. وهذه الأعداد التي تظهر هنا وهناك هو بسبب وممارسات الحكومة والميليشيات التي اندرجت ضمن القوات الحكومية، وهذا ما يسبب بفشل كبير في الملف الامني والتقاعس الحكومي، حتى تكون هناك اكبر قاعده وارضيه حتى تنتشر فيها هذه الميليشيات، وغياب القانون هو ما يسبب بتفاوت هذه الارقام، وبسبب انه تقاعس الحكومه في خدمه هؤلاء لمصلحه فوضى. طيب، وسط هذا الواقع المعيشي الصعب هناك 400 ألف عائلة تسكن العشوائيات، كيف تقبل حكومة تملك هذه المليارات ببقاء المواطنين بهذا الوضع السيء؟ نعم، يعني كما قلنا فهذه هي يعني سياسة الحكومة تجاه المدنيين، فهي تقبل هذه الأعداد وتقبل إمدادهم بالمعونات الغذائية والطبية، فضلا عن أنها هي من دمرت مدنهم. وبالتالي هذه الحكومة لا تريد تقديم هذه المعونات وتقديم البنى التحتية وتقديم الخدمات الفضلى لهؤلاء المدنيين، لأنها ستكون في محط اتهام واضح وكبير لها بأنها تستطيع في ليلة وضحاها أن تقوم بهذه الأعمال، ولكنها تقاعس لأنها لا تريد أن تقدم هذه الخدمات بأنها سوف تكون قد قدمت الكثير من يعني المساعدات. هذا فضلا عن أنه الحكومة لا تريد هذا بسبب الأجندة الخارجية وأوامر الأجندة الخارجية بأن تقوم هذه الحكومة بإغفال ملف النازحين وتشريدهم، فضلا عن أنها تمارس في هذه المخيمات التي هي لا حول لهم ولا قوة إلا أنهم يقومون أيضا بالميليشيات، تقوم باعتقال هؤلاء النازحين وتعذيبهم وقتلهم، وفضلا عن أنها تقوم بتجويعهم. وضحت الفكرة.
السيد عمر الفرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد. أنا أشكرك شكرا جزيلا.